يعني انا دي حاجه سعيت لها بقالي 8 سنين، لكن ما كانش ربنا موفقني، او 7 سنين، ويعني هي جت من عند ربنا. وبشكر المشير السيسي على ان هو قام بدور مهم زي ده للتصالح، حتى تصالحنا مع انفسنا جميعا وتصالح كل الناس المتخاصمين في البلد، مش بس كابتن احمد والمستشار مطر منصور. يعود على مصر كلها، لازم يحصل تصالح، لازم الناس ترجع يعني تتعامل كما قبل 25 يناير. يرجع احنا مش مختلفين ومش اعداء، نختلف في الاراء لكن لازم ما نبقاش اعداء، لازم نوقف فكره الدم والتعصب.